الله شكرا. يسعدكم ويحفظكم. طلاب بالتونسين ان شاء الله هسه عن قريب ينضموا وياكم، بس ردت اقول لكم طلاب عيني، العفو انفصل عندي النت. اسمعون نعم، صوتي؟ إيه أستاذ نسمعك. ماشي. بالنسبة للسفرة اللي كنا يعني ناويين نسويه يوم الأربعاء هذا والوراء، فما راح أي دكتور؟ أتصور راح نقدر يعني شلون نقول نمضي قدما بها. يعني أنا يعني مع علم كتاب خلصته يعني تقريبا، بس استلم من العام هذا بقى، بس ما أعرف يعني، فاحتمال يعني ما راح نقدر سوي. فإذا أردنا نسوي فاحتمال وجبتين تروح وجبتين ما تروح، فهذا شيء مو عدالة تصير السالفة يعني. فاحتمال هسه أشوف الدكتور نصير شنو اللي القرار راح يتخذه بهذا الخصوص حتى نمشي به إن شاء الله. شوف احتمال نلغيها، احتمال شلون. طلاب عندكم يعني سؤال على المادة بشكل عام؟ إحنا تقريبا يعني خلصنا، ما عدنا شيء من ناحية المواد. تقريبا غطينا أغلب الشغلات اللي نحتاجها، بس شنو بقى؟ بقى عندنا راح يكون عندنا مثل خلينا نقول مثل المراجعة. فأود أن أسمع من عندكم إنه شنو الشغلات اللي مثلا تحبون نراجعها مثلا بالمحاضرات اللي راح تكون هي أغلبيتها يعني أو كلها أونلاين. شنو الشيء المفاهيم عندكم ضعف بيه حتى مثلا نحاول نعيده ونغطيه ووصولا إن شاء الله الامتحانات النهائية. عندكم اقتراح؟ عندكم اقتراح في شيء؟ العفو أستاذ، أنا بالنسبة لي يعني أشوف يحتاج على نعيد عن النظام المغلق والمفتوح وربط ممتاز التوالي وياها. ممتاز، هاي سهلة سهلة. عاد إن شاء الله إذا الله راد إحنا شو وقت محاضرتنا راح تكون؟ حيسوون جدول جديد لو هو نفسه بس يبقى على الأونلاين؟ أعتقد راح يصير جدول جديد.
إذا صار جدول جديد هو راح ينتقل إن شاء الله بالعملي، نبدي نعيد هو هذا النظام المغلق المفتوح. هم نشوف لكم فيديوهات إنه بعض الشغلات إحنا صراحة قد يكون مرينا عليها مرور سريع، يعني ما راودكم عليها فيديوهات هواية أو توضيحات هواية، فنحاول شكو عندنا نقص، نحاول نشوفكم عليه فيديوهات أكثر، توضيحات أكثر، حتى تكون عندكم الصورة واضحة. إن شاء الله أستاذ، بس ما أعرف إذا باقي الطلاب يعني يردون تعيد لهم مادة هو معينة. مشكلة، أنا إيش راح أسوي؟ راح أنزل مثل يعني شلون استبيان، خلينا نقول إي أفضل أستاذ. أي، فكل طالب هو شوف شنو يعني يختار في مجموعة مواد، وآخر شيء نشوف على الأولويات، يعني شوف شو ياهو الأكثر عددا، أكثر تصويتا خلينا نسميها، ونمشي بالسرعة. لا نشوف وين لحق نعيد، نعيد مو مشكلة، إن شاء بس الله، شكرا أستاذ. الله يسلمكم. خلي ادخل من الحاسبة، خلي اطلع من طلاب ظهر شيء أمامكم؟ نعم أي أستاذ، أستاذ، أي ممتاز، أستاذ ظهر. بس خلي أول شيء ناخذ هذا الفيديو شوية أنيميشن شوية أوضح يكون، بعدين نرجع. بشكل عام طلاب، هذا الأكوميليتر شو يسوي؟ هذا من يزيد الضغط راح يمتص جزء من الضغط. أستاذ صوتك راح. طلاب ظاهر أمامكم الفيديو؟ اي نعم استاذ. هذا الفيديو اللي راح لسه نشرح الكوميليتر شو يسوي؟ قلنا الضغط يزداد راح يمتص الضغط، مين يقل الضغط عن الحد المقرر؟ هو عنده طاقة كاملة راح شنو يعوض النقص كأنما. فشنو طريقته؟ شوفوا هسه هنا ايش راح يصير؟ هاي طبعا اسطوانة أمامكم تشوفوا على اليمين. وهذا الجزء اللي يشبه الكبسولة هو الأكوميليتر. وهاي مضخة مثل ما تشوفون، فمضخة ماركم يسموه اكوميليتر، وبعدين سلندر. اللي راح يصير شنو؟ بعض الاحيان تصير مثل النبضات، يعني شلون يصير؟ يعني هذا بالضبط شلون ممتص الصدمات، يزيد الضغط راح يمتصه، يقل الضغط راح يعوضه، فبالتالي يحافظ على استقرارية الضغط داخل المنظومة. لاحظوا الان شنو اللي راح يصير هسه هذا.
هذا عادة إذا تتذكرون أكو مضخات أنتم ماخذيها يسموها مضخات المكبسية، اللي مو هي هاي اللي نشرح عليها المحورية وشو، على أكو مضخات مال مي مكبسية يسموها، هاي من بشوط السحب راح تسحب مي، ما عندي دفع، بشوط الدفع راح تدفع المي، يعني دفع المي راح يكون بين شوط يعني بين المكبس، من يرجع الخلف أكو سحب ماكو دفع، من يتقدم للامام راح يكون عندي دفع. فهنا شو يسوون حتى لا يصير التصريف لا يكون نبضي او متذبذب، شو يسوون؟ يخلون الاكوميليتر. صارت الفكره واضحه؟ هذا الاكوميليتر شو يصير؟ اغلب الاحيان يتكون من جزء من عنده راح يكون به هواء، لانه احنا نضعف اذا نخلي به كله سائل ما راح يقدر يمتص للصدمات. راح يصير فقط انه لانه السوائل غير قابله للانضغاط، فيخلون به جزء من عنده هواء او اي غاز معين، والجزء الاخر سائل. بهالحاله راح ممكن انه الغاز ينضغط او يتمدد حسب ال لحظه خليني اشوف لكم فيديو ثاني. مشكله الحاسب طفت هنا عندي، هذا الهيدروليك، هذا السنو اخر الاكوميليتر، شوفوا الصورة والصوت واضحة أمامكم ظاهرة، أنا ترى ما أعرف. نعم أستاذ، نعم واضح الصوت والصورة. ممتاز، هذا شوفوا هذا هو أكوميليتر، هذا اللي هو بشكل عمودي. لاحظون بيزيد وبيفد شيء ممكن أن يتمدد وممكن أن شنو يتقلص، يعني هواء بداخله مثل ما نقول، مثل خلينا نقول بالون هوائي أو شيء من هالقبيل هذا. فهذا ايش راح يصير؟ من يقل عندي الضغط راح يتمدد، راح يدفع السائل اللي موجود بداخل الاكوميليتر يعوضه وين للمنظومه. من الضغط يزداد راح ينكمش هذا الشيء، راح يدخل الزيت داخل الاكوميليتر يعني هذا الزيت ضاغط على هاي البالونه، خلينا نقول ضاغط عليه من جميع الاتجاهات. ليش؟ انا اكو ضغط اعلى من ضغط اللي داخل البالونه، من يقل الضغط راح لا بالعكس، شوف شلون العمليه تصير، راح يعوضه، وبذلك يحافظ على استمراريه تدفق السائل وعدم حدوث تذبذب او نبضات بالنسبه للتصريف. هذا ايضا الصور في الفيديو. هذا بوكيت قلت لكم الرمز مالته يصير مثل الكبسوله مقسومه بالنص، ويعني بده يقول لك انه قسم هواء وقسم سائل. طبعا الهواء هو ما راح يكون حر، يعني راح يكون هو ضمن فد شلون نقول اشبه ما يكون بالبالونه، وبهالطريقه راح يتم العمل. شوف الرمز مالته، الصور الصغيره يثبت لحظه هنا، هذا الرمز مالته، شوف هذا اللي باللون البرتقالي اللي بالاعلى، او هذا طبعا مو الرمز الدقيق لكن هو بشكل عام هو هذا الرمز مالته. بالضبط يشبه الكبسولة. فأتصور احنا هذا الجزء الوحيد اللي ما أخذناه، لأنه يعني هو بسيط ما بي في شيء صعب. هذا الرمز مالته شوفوا، هذا هو الرمز مالته، خلي شوي رجعه. هذا الرمز مالته يبين لك انه اكو جزء من عنده، كانما يعني هو احنا قلنا الرمز مو بالدقه، انه يعني مثلا صمامات هاي اللي رسمناها بوقتها المربعات، هو صمام مو مربعات، مو عباره عن مربعات ولا هيك شكله، لكن ده يريد يقرب لك الصوره. يعني هو صمام من تفتحه تفسخه بداخله اكو خريطه، يعني مثل الممرات هيدروليكيه للزيت، مو بهذه الطريقه اللي احنا نرسمها بيها، لكن هاي الطريقه تقرب لك المعنى. يعني هنا ده شوف يريد يقول لك انه نصف او جزء من عند هذا الاكوميليتر هو هواء وجزء من عنده شنو سائل، بس هو مو بهالطريقه، هو مثل الطريقه اللي شفناها عباره عن مثل بالون بغاز او هواء بضغط معين، فمتى ما زاد ضغط السائل اللي داخل المنظومه راح يضغط لهاي البالونه الصغيره باعتبار الهواء قابل للانضغاط، هاي كل شيء احنا نعرفه، ومتى ما قل الضغط راح يصير الضغط داخل البالونه اكبر من الضغط وين
اللي المحيط بها من قبل السائل، فراح تتمدد وتدفع على السائل إلى الخارج. شوف هنا شو مفصل لك سالم، ما بعرف هاي بالتركي يمكن مكتوبه، ما اعرف اقراها، بس حسب ايش مدى افتهمها يعني. يقول لك هذا مثل، يعني هذا الرمز اللي يفسخ لك اياك يعني، ما ادري، يقول لك هذا مثل الغطاء، هذا مثل الدايفريم، يعني شو مثل الحجاب الحاجز زين، وهذا الانبوب العمودي الافقي مثل الحجاب، يصير شو كانما الحجاب اللي هو عبرنا عنه بالبالونه. هذا الانبوب العمودي اللي هو شنو راح يكون؟ راح يكون المدخل، يعني شلون نقول، هو راح يربط ضمن ممر للزيت، فهذا يكون مربوط بممر الزيت. وهذا المثلث احنا دائما قلنا بالمنظومات الهيدروليكيه، خلي اطلع منها، طبيت بالحاسب اصلح من احسن شويه، ادري دوختكم بس مو هاي الحاسبه كل ساعه تترست، بس حطلع منها فد لحظه. يعني اهم شيء اتمنى تكون فكرته صارت واضحه، بس خلي يروح هذا الاعلام. هي من تلتم بعد تلتم، هم اعلانات وهم الحاسبه ترجع تطفي. زين هسه هنا تلاحظون انتم، هسه هذا ايضا في فيديو اخر، فيديو اخر هذا نشوف شنو فيه. شوف هنا ايش كاتب لك، هسه هذا دي يقول لك المكونات مالته، دي يقول لك المكونات مالته. اذا هو شنو جزء من عنده اللي هو راح يكون، خلينا نرجع هنا، بي غاز، هذا الجزء الاسود بي غاز، هو يعني مثل، خلينا نقول مثل البالونه، قابله للانتفاخ وقابله لشنو؟ للانقباض. وعندنا ايضا هنا صمام ايضا موجود عندنا، وهذا الممر هو ممر السائل. طبعا هنا هذا الممر من يزيد الضغط عند اي نقطه من نقاط المنظومه راح يرتفع الضغط، فاحنا عندي داخل هاي البالونه او شو يسموها راح يكون عندي غاز موجود بضغط، ما بضغط معين اللي هو مصمم عليه هذا الاكوميليتر. طبعا كل اكوميليتر يعني مصمم لضغوطات متعدده، يعني كل اكوميليتر هو او كل مركب هو لضغط معين يشتغل. زين فمن يزيد الضغط قلنا هذا راح ينقبض، باعتبار ان الغازات تكون قابله للانقباض، وعندما يتمدد راح يدفع السائل. هذا كل ما في الامر. خلينا نرجع هسه بعد هذا، اظن صار واضح. خلينا نرجع بين ما يجي الدكتور نصير، خلينا نستفاد من الوقت نشوف النظام المفتوح النظام المغلق اللي انت قلتوا لي قبل شوي عليه. النظام المفتوح والنظام المغلق ببساطه شديده يعتمد على الصمام التوجيهي اللي انت خاله بالمنظومه الهيدروليكيه. الصمام التوجيهي سبق وان قلنا اكو منه انواع، اكو 2 بوزيشن، اكو 3 بوزيشن، اكو حسب الانواع الموجوده بي، اكو 2 واي 3 واي، انواع متعدده. بس خليني اطلع كل محاضره. انواع متعدده اكو من عنده. فاحنا شنو اللي يحدد لي انه هذا النظام مغلق لو هذا النظام مفتوح؟ اللي يحدد لي هو المركز، الوضع الحياد. وضع الحياد هو اللي يحدد لي انه هذا النظام مغلق او مفتوح. شلون؟ اذا كان بوضع الحياد المنافذ هي مو، مثلا على سبيل المثال اذا خلينا نتخيل 3 واي 3 بوزيشن 4 واي 3 بوزيشن، وضع الحياد عندي 4 ويز
الفورويز اذني او الاربع منافذ كلها تكون مغلقه. هسه هنا هذا خلينا ناخذ مثال هذا كلش ممتاز. هذه هسه خليني اكبر لكم اياها، واضحه معكم؟ اي استاذ واضح واضح. طلاب هذا معكم؟ نعم اي اعطينا استاذ امثله. تسمعوني طلاب لو ما تسمعوني؟ اي استاذ نعم اي دكتور بدنا نسمعك. صوتي واضح؟ نعم اي استاذ. استاذ انا بدي اسمعكم. سمعوني طلاب؟ اي استاذ نسمعك. مين نسمعك استاذ؟ اي استاذ نسمعك. سمعوني طلاب؟ ما دا يسمعنا، هو ما دا يسمعنا. ظاهر انتم بس سمعوني بس انا ما دا اسمعكم. لا. هذا اليوم منو؟ منو داعي علي انه من تسوني؟ ينسق معي. دا اشوفكم دا تحكون بس انا ما دا اسمعكم. بالله يحكي طلاب اذا اسمعك شو اسمعكم. اي استاذ نسمع. اي هسه لبست المايك. يلا ما على كل حال هي بعد من ثلثين ثلثين. نرجع على النظام المفتوح والمغلق. النظام المفتوح والمغلق شلون اعرف؟ هسه هذا من الرموز راح اشرح لكم اياه. تباوع على المركز مالته او وضع الحياد. بوضع الحياد اذا شفت المنافذ مرتبطه مع بعض، مثلا ايش كم منفذ انا عندي؟ اكيد عندي هاي من تقنيه، عندها منفذ للبي اللي هو البامب ومنفذ للتي اللي هو التانك. زين اذا المنافذ تفضلوا. لا هسه هذا هنا شوفوا مرتبطه البامب ويا التانك ومرتبطه بالاي والبي، هذا مركز مفتوح. ليش؟ لانه جميع المنافذ مرتبطه مع بعض. يعني شنو اللي راح يصير؟ يعني من اخلي على وضع الحياد الزيت راح يجي هو عاده من مصدر الزيت؟ من المضخه، مو صحيح؟ صحيح وياي؟ من المضخه. ممتاز. هاي المضخه شوفوا بيش مرتبطه؟ مرتبطه بالاي ومرتبطه بالبي ومرتبطه بالتي. برايكم هسه من اخلي انا على وضع الحياد راح اذا فرضنا انه الاي هو يعني مكبس، والمكبس صفحه من المكبس، والبي هو الصفحه الثانيه من المكبس. زين هسه هنا المكبس راح يتعرض الى ضغط معين؟ لا استاذ راح يمر طبيعي. وين هو انا هذا سؤالي، وين راح يمر؟ يمر غير من خلال صمام التحكم. ممتاز، راح يمر من خلال صمام التحكم. هسه هنا خلينا نقول هذا اجى هنا زيت، مر من خلال صمام التحكم اللي هو البي، بعدين وين يروح؟ راح يروح للاي لو للبي لو للتي برايكم؟ هذا هنا تخيل هنا اكو اسطوانه، هاي اسطوانه هيجي، يعني مو بهالطريقه بس بس للتوضيح، اسطوانه هاي خلينا الذراع، فهذا الاي يدفع الزيت منه والبي راح يدفع الزيت منه والتي هذا الخزان. زين هسه بوضع الحياد هذا الوضع شنو اللي راح يصير؟ المضخه تضغ زيت، هاي منتهي من عندها. الزيت وين راح يروح؟ للخزان لو يروح للاي لو للبي؟ دول كلهن للخزان. ليش ليش يروح للخزان؟ لانه ليش يروح للخزان؟ صحيح هو للخزان بس ليش؟ غير عمود للسر، انا حاطه على وضع الحياد يعني الصمامات ما مشتغله غير يعني مال مال. بس هو هسه بهالحاله فاتح منفذ ويا الاي وفاتح منفذ ايضا ويا البي، ليش ما يروح الاي والبي يفضل التي؟ ماكو صمام تحديد ضغط اعتقد؟ لا هسه بغض النظر، بغض النظر افترض هسه عندي منظومه هالبساطه، هاي مضخه هنا، هاي مضخه وخزان وهذا صمام توجيه، وعندي هنا اسطوانه، اسطوانه هيدروليكيه. زين هاي اسطوانه هيدروليكيه. هسه برايكم الزيت بوضع الحياد وين راح يروح؟ قلتوا للخزان، ليش ما يروح للاي والبي؟ هو الماء من يتحرك وين يجي منفذ يطلع من يمه، يعني ما يروح على مناطق فيها ضغط عالي او شو اسمه. كلش ممتاز، يعني انت شو تجاوبني لازم؟ تقول لي يابا يروح يضغط الوضع.
بالضبط رحم الله وياك، هو هذا اللي أريد أسمعاني. يعني أقول لك أن هنا صحيح البي مرتبط بالأي ومرتبط بالبي ومرتبط بالتي، ليش يفضل التي؟ لأنه الأي والبي عادة أنت عندك مكبس، هذا المكبس ده يدفع لك ثقل، ده يحمل لك يرفع لك ثقل، ده يخفض لك، فيحتاج إلى يعني أكو دائما بضغط معين، مو سهل تحريكه. بينما الخزان يكون الضغط يعني مفتوح ما بأي ضغط، الضغط الوحيد إلا اللهم إذا كان أكو فلتر، هذا يكون الضغط الوحيد الموجود، والفلتر ما يأخذ هواي ضغط. زين، فهنا شي يسوي الزيت؟ يروح على الـ 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 المنفذ اللي يكون أقل ضغط، راح يتصرف الزيت كله. فبوضع الحياد العملية راح يصير بهالشكل هذا، خلينا نمسح هذني حتى لا يصير اشتباه، راح يصير بهالشكل هذا، هذا ممر الزيت، هذا يسموه مركز مفتوح. يعني شنو؟ يعني من المضخة هي مستمرة بالعمل، ما راح يعني تؤدي إلى ضرر بالمضخة. أقدر أستخدم مضخة ثابتة الإزاحة، ثابتة الإزاحة، خلي الصرف إيش قد ما الصرف، خلي الصرف يعني معدل جريان أو تصريف ما عندي مشكلة به، ليش؟ ما راح تتضرر، لأنه أنا بوضع الحياد مطمئن أن هاي المضخة راح ترجع لي وين الخزان، حتى ما يحتاج أخلي مثلاً صمام، يعني مو ضرورة كل صمام تحديد الضغط في وضع الحياد. بالأوضاع الأخرى ربما أحتاج، بس بوضع الحياد راح يكون مو ضروري، ليش؟ أنا عندي منظوم الزيادة يرجع للخزان، هاي راحت. نجي على الحالة الثانية اللي هي أيضا هم نوع آخر من أنواع الأوبن سنتر، المركز المفتوح. الوضع الآخر هذا الأوبن سنتر شنو الميزة مالته؟ الميزة مالته أنه ما عندي أني ارتباط ويا الأي والبي، ارتباط الوحيد هو من البي إلى التي، هذا الارتباط الوحيد. يعني شنو معناته؟ يعني معناته هسه أنا البي دي يودي لي فقط للتي. زين، هسه واحد يسألني يقول لي زين هذا رقم اثنين شنو فرقه عن رقم واحد؟ من يقول لي اثنينات المركز مفتوح، بس شنو فرق هذا عن هذا؟ هذا يعني لازم يتصل، يعني لازم يفتح المجرى بين الخزانة وبين المضخة والمكبس، يلا يمشي يلا يجري ما بي. يا هو أو رقم واحد لو اثنين؟ رقم اثنين، رقم واحد هو أصلا ده يجري زيت عادي مستمر بالجريان، يجري مفتوح هو اثنين، بس هذا اللي يصير توصيل بين مثلا الاي والبي، او مثلا بين البي والبي، يلا يفتح. ما تفهموا سؤالي، ما تفهموا سؤالي، اعيده بغير صيغه. انا عندي رافعه يعني اسطوانه هيدروليكيه، صحيح؟ بوضع الحياد استخدمت مرة رقم واحد ومرة استخدمت رقم اثنين. أنا اللي افترض السهل الرافعة حركت فعلت هذا الوضع، فعلت هذا الوضع، ارتفعت الرافعة إلى مستوى معين، رفعت لي سيارة، رفعت لي أي ثقل معين، ارتفعت. من أرجع على وضع الحياد رقم واحد إيش راح يصير ورقم اثنين شنو اللي راح يصير؟ بس هذا وضع التفعيل، رفعت رفعت الرافعة. من أرجع على وضع الحياد هنا وهنا شنو هنا راح يصير وشنو هنا راح يصير؟ هنا بالرقم واحد راح يبقى الدوره مال الزيت تفتر بال يعني مفتوحه زين، وبرقم اثنين بس مجرد شو يصير به؟ رقم اثنين بس مجرد راح ينفصل المضخه عن مثلا خلينا نقول الرافعه رقم اي، بس يبقى هو الزيت يفتر يعني من المضخه للتانكي. هذا الزيت زين، احكي لي على الاسطوانه ايش راح يصير بها؟ راح تنزل راح تصعد؟ وين برقم واحد برقم اثنين ايش راح يصير بيه؟ برقم واحد برقم اثنين اعتقد راح تنزل، يعني انقطع الزيت بعد ماكو مرور زيت. مو مقفول هذا هنا مقفول، وين يروح الزيت بعد؟ صاد انا اقول له تقول جسر تتفعل لون صاد، مو انت تقول الجهة اليسرى تتفعل، بس لحظة ثواني، فعلتها الجهة اليسرى ارتفعت المضخة للأعلى، خو ما أظن أني فعلت الجهة اليسرى، أيضا رجع على وضع الحياد يعني رفعتها للمقدار اللي أنا أريده، كيلة مثلا مال شفل، خو أني مو أظن أرفع بها لي وأنا أوديها للسماء قابل، غير أرفعها إلى فد مدى معين وها هي، مو صحيح؟ صحيح. بعدين أرجع على وضع الحياد. زين، أنا سؤالي وين؟ سؤالي أنه أنا من أرجع على وضع الحياد إذا بالحالة A أو بالحالة B شنو اللي راح يصير؟ بس هنا بدي اشوف شويه خريطه هيدروليكيه حتى شنو اللي راح يصير طلاب؟
ماذا يعني تتهمون عليه؟ شنو دا أقصد أني؟ أعتقد مثلا بنقطة رقم واحد بأول وحدة الزيت مثلا راح ينزل عادي يرجع للتانكي مرة ثانية، وباثنين لا يقفل الصمام يعني يعني ساني عندي كيلة ما شفل مثلا ركبت له هذا الصمام رقم واحد، بوضع الحياة شنو اللي راح يصير إذا كانت مرفوعة؟ ترجع تنزل؟ ليش ترجع تنزل؟ يعني لأن التوصيلة باقية مفتوحة يعني بينها وبين الخزان فيرجع. كلش ممتاز كلش ممتاز. بالحالة الأولى الأي والبي اثنين والبي نفسها يعني البامب والأي والبي اثنين ثلاثة كلهم وين يودون؟ مفتوحة على الخزان. فأنت من ترجع على وضع الحياد اللي راح يصير عندك شنو؟ بس هاي خوش شو اسمه هذا خوش مثال ولو شوية هوسة. هذا من هذا نفس الجانب بالواجب. هو اي نفسه هذا جاكم بالش اسمه هاي بالواجب. من تخليه على وضع الحياد هنا مغلق، ايش راح يصير هنا بالحالة الاولى؟ راح الاي والبي والبي كلها راح ترجع وين؟ كلها بها ضغط، الاي بها ضغط كيلة مرفوعة زين، كلها راح ترجع وين؟ للخزان. فالكيلة ايش راح يصير بها؟ راح تهبط، راح تنزل بفعل وزن الحمل اللي شالته راح تهبط الكيلة. فبالحالة الأولى يخدمني إذا أخليه مثلاً بشفل؟ ما يخدمني. ليش؟ إنه أنا مثلاً شفل أرفع الكيلة مقدار معين وأثبتها وبعدين أسوي حركة ثانية إنه أسكب ما في داخل الكيلة من أنقاض أو من أتربة وغيرها، فأحتاج إنه أثبت الكيلة. فهذا رقم واحد ما راح يشتغل وياي بهالحالة، يشتغل جزء بغير مكانات يشتغل، بس هنا ما يشتغل. الثاني راح يشتغل. ليش؟ لأنه في وضع الحياد الأي مغلق، هذا الرمز مال مغلق، وهذا أيضا البي مغلق، فشكو زيت داخل الأسطوانة حتى لو سلط عليه الثقل وين راح يروح؟ ما راح يلقى له منفذ، راح يبقى وين؟ مخزون بالأسطوانة ورافع الثقل. فوضع الحياد هنا هو أيضا مركز مفتوح، أيضا يتقبل مضخة هيدروليكية ثابتة الإزاحة، هنا تشتغل ثابتة الإزاحة وهنا هم تشتغل ثابتة الإزاحة. الفرق وين؟ الفرق الحمل اللي شايلة هنا راح ينخفض. طبعا لما نقول ينخفض كمثال، هو مو شرط ينخفض، جزء حركة أفقية يعني ما أعرف، بس كده أحكي لك الرفع والخفض باعتبار يعني شغلة إحنا مألوفة إنه. بالحالة رقم اثنين لا، راح تبقى الكيلة مرفوعة في وضع الحياد. شو وقت تنزل؟ أنت بمزاجك تنزلها، مو هي بكيفة تنزل. بالرقم واحد هي بكيفة راح تنزل، بالرقم اثنين انت بمزاجك شو وقت من تفعل هذا الوضع راح تنزل الكيل للاسفل، من تفعل هذا الوضع راح ترتفع لاعلى، من تفعل الوضع الوسطي راح تبقى ثابته في مكانها. بتلاحظ الفرق وين؟ هذا بالنسبه للمركز المفتوح بيقلنا هذين المثالين. المركز المغلق اللي هو هاي ثالث واحد، هذا رقم واحد قلنا، هذا رقم اثنين، هذا رقم ثلاثة. المركز المغلق ايش راح يصير بي؟ راح يصير عندي يشبه ما جرى في الرقم اثنين، لكن الفرق وين؟ رقم اثنين ممكن انه تستخدم مضخة ثابتة الازاحة، ثابتة الازاحة. هنا ما ممكن استخدم مضخة ثابتة الازاحة الا بقيد او شرط. شنو هو القيد او الشرط؟ مضخة ثابتة الازاحة يعني تعطيني زيت كمية ثابتة من الزيت خلال الدورة الواحدة. زين، انقطع هسه المزرعه، لا البي مفتوح ولا التي مفتوح ولا الاي مفتوح ولا البي مفتوح. زين، الزيت المضخه الضخ زيت وين يروح؟ لازم الى منفذ. فعندي لازم شو اسوي؟ لازم من اجيب مضخه ثابته الازاحه مع صمام المركز المغلق. شو احتاج؟ من يقول لي شو احتاج؟ مضخه ثابتة الإزاحة مع مركز مغلق، شو يحتاج؟ صمام شنو؟ الضغط. صمام شنو؟ صمام تحديد الضغط. تحديد الضغط بالضبط، هو هذا صمام تحديد الضغط. ظاهر أمامكم الخريطة؟ إيه أستاذ، واضح. ها، صمام تحديد الضغط إيش راح يسوي لي؟ هذا هسه مركز مغلق، مو صحيح؟ مضخة تشتغل ومستمرة بالعمل. المضخات الموجبة الإزاحة مو مثل المضخات الطاردة المركزية اللي هسه مثلا ببيوتنا، هاي الماطورات مال المي. ماطور مال مي يسحب مي يصعد للسطح او يجيب له مثلا بقيه اجزاء البيت. هذا الماطور مال مي مضخه طارده مركزيه عاده، مو مضخه طارده مركزيه ليست موجبه الازاحه. يعني شنو؟
يعني فرضا التانك انترس عندك زين او صار عندك انسداد او عندك حنفيه يعني البيت كله مسدود ماكو عندك حنفيه مفتوحه، المي الماطور يشتغل مستمر بس ما راح يتضرر ولا راح يعني يسبب لك في الضغط داخل الانابيب. ليش؟ لانه هي مضخه ليست موجبه الازاحه، هي تدفع لك زيت، ان دفع الزيت كان بها، ما اندفع كل شيء ما يصير، بس مجرد الضغط شويه راح يزداد، ما يزداد هوايه، يزداد الى فد مقدار معين. ولهذا شوف الماطور بعض الاحيان من مستمر بالعمل والمثلا التانكي انترس، تانكي انترس شخصه بيع الطوافه انسدت بعد سدت المنفذ، هو التانكي بيطوافه اذا تعرفون طوافه شنو شغلها، تشوف احنا وين احنا من الهيدروليك للتانكي زين، شغلها الطوافه راح تنزل المي مو يصعد يرتفع بالتانكي، راح ترتفع ترتفع الى ان تغلق المجرى مال المي، بعد ما يفوت مي للتانكي ها هي انترس فانغلق المجرى مال المي. المضخه الطارده المركزيه شوف كل شيء ما يصير بها، بس مجرد انه صوتها شويه يرتفع، صوتها يرتفع يعني معناته شنو؟ معناته انه الضغط شويه زاد عليها، قامت تشتغل لكن بصعوبه خلينا نقول زين. هاي الطارده المركزيه. المضخات بالمنظومات الهيدروليكيه لا مو مثل الطارده المركزيه، المضخات بالمنظومات الهيدروليكيه في حال وجود انسداد او في حال وجود عدم تصريف للزيت فراح تؤدي الى يعني انفجار الانابيب او تضررها او تضرر المضخه نفسها، لانه هي اكو زيت لازم يجب تصريفه في الدوره الواحده ثابته الازاحه، يعني زيت يجب تصريفه زين. فهنا انت من سديتها بوجه جبت مركز مغلق وين يروح الزيت؟ فراح تضطر شو تسوي؟ تجيب هذا اللي يسموه هو صمام تحديد الضغط. تفضل تبي زميلتكم هذا المركز المغلق راح يكون شنو؟ راح يكون ايضا اذا عندي ثقل ما راح ينخفض، راح يبقى محافظ على نفس مستواه نفس اللي حكيناه بالحاله رقم 2 زين. هسه خلني اشوف هنا والله شنو اكو بعد. هاي صمام التوجيه مثلني هنا، طبعا شوفوا اكو انواع مختلفه من المراكز، يعني اكو مركز مفتوح بشكل كامل، هذا مركز مغلق بشكل كامل، واكو هذا ايضا هو جزء من المركز يعني مركز مغلق يعتبر تاندوم هذا يسموه. هذا شيء يسوي بوضع الحياد يربط لك الاي وي البي، يعني يسوي فد شو مثل المعادله بيناتهم، معادله ضغط يعني بحيث الاسطوانه يكون الضغط عند النقطه اي نفس الضغط عند النقطه بي مفتوحة واحد على الثاني، لكن البي اللي هو البامب ويا التانك يكون مغلق. شوفوا بالحالة هاي اكو لا اكو يكون مثلا البامب مغلق والاي والبي مفتوحة ويا التانك، هي تصاميم جدا كثيرة لكن انا اريد ابين لك انه من تقول مفتوح يعني البي مرتبط ويا اقل شيء ويا التانك، اقل شيء مرتبط ويا التانك هذا اذا يكون مفتوح. من يكون مغلق يعني البي مغلق، البي راح يكون مغلق بشكل كامل. هنا شو يقول لك؟ يقول لك النظام الهيدروليك المغلق يكون صمام التحكم محتوي على 4 منافذ، طبعا هو مو شرط 4 منافذ، ممكن منفذين ممكن 3 منافذ، لكن بشكل عام نشرح الاربع منافذ حتى تفتهموها. منفذ المضخه اللي هو هذا البي، منفذ اعلى الاسطوانه، طبعا اعلى الاسطوانه بالنسبه لهذا الرسم لانه الاسطوانه قلنا مرات تكون افقيه، فاحنا شو نسوي؟ نرمز لها بالرمز اللحظة. نرمز لها بالرمز مثلا A وهذا B، يعني هذا أقصد بي A و B، طرف نسميه A طرف نسميه B في حالة ياهو الاسطوانات اللي تكون مزدوجة الفعل، أما بالمفردة الفعل فراح يكون بس A ما عدنا B زين. هنا ايش راح يصير؟ هذا رمز لي جوا وهذا هو رسم الكياب بشكل توضيحي، انه هذا عندك التانك اللي هو باللون الازرق، خلي شوي اكبره هيك، هذا التانك اللي هو باللون الازرق. هنا ايش راح يصير؟ لاحظ هذا السبول يسموه السبول، او هو اللي راح يتحك هاي العتله من نسحبها او نرجعها، شنو اللي دي يصير هسه؟ هذا يا وضع، هذا الوضع خلينا نجي نشوفه. عندي هذا الخزان مغلق ويا البي، وعندي مغلق الخزان ايضا ويا الاي، لاحظوا
البي البامب مغلق والاي والبي والخزان ما عندي شيء مرتبط بشيء كلها مغلقه. فلاحظ شلون الرمز صار بهالشكل هذا. هذا الرمز مالته. من نجي نحرك خلينا نتخيل يعني نتخيل انه هاي العتله حركناها بهالاتجاه حركناها بهالاتجاه اللي راح يصير شنو؟ لاحظوا اللي راح يصير انه هذا الازرق راح يرتبط ويا هذا الجزء ويا الخزان. وهذا الاحمر شوفوا هنا اكو هذا هنا راح يرتبط ويا من الاحمر يرتبط البي راح يرتبط ويا الاي. هذا شوفوا البي راح يرتبط ويا الاي من احرك بهالاتجاه راح يمر السائل هيك منه وهذا السائل راح يروح وين يرجع للخزان. هذا حاله اذا حركت العتله الى اليمين. اذا احرك العتله اليسار ايش راح يصير؟ من احرك العتله اليسار تخيلوا هسه العتله راحت بهالاتجاه. طلاب وياي مو؟ اي استاذ وياك. ممتاز. ماني صار بي هبطه من ذاك اليوم. اي استاذ. زين. من انا اشرح ربع ساعه واني طالع من الميت. على كل حال فمن احركها بهالاتجاه لليسار ايش راح يصير عندنا؟ لاحظوا هذا الجزء هذا شوفوا هذا الجزء هذا راح يتحرك يصير كانما يربط هذا ويا هذا. البي ويا من راح يرتبط ويا البي ويا الطرف الاخر من الاسطوانه. والاي لاحظوا هسه من دفعت بهالاتجاه الاي ويا من ارتبط ويا الخزان. فالاي قام بالعكس الاي قام يرجع للخزان والمضخه قامت تعطي للبي اللي هو يا حاله الحاله هاي رقم اللي على يساركم. فلاحظوا شلون تصير العمليه يعني انتم هيك تخيلوها بداخلكم اكو مثل هنا مثل الممرات او يعني ذني هاي تشوف هاي تربط ذني اللي هيك صايره هاي تربط ذني تربط. فبهالطريقه هاي راح يعمل. طبعا هو مو بهالبساطه يعني صمام من تجي بداخله مو بهالبساطه لكن هذا في الشكل توضيحي لكم. هنا شنو عندنا هسه هذا هنا يمكن عندنا فيديو اتصور شوف اكو في الفيديو جدا رائع يعني بس اريد اشوف لكم اياه يعني خاله بال هاي البلاي ليست مال هايدروليك. طلاب انت طبعا دا لاحظ ما حد يعني قليل جدا اللي دا يشوفون المحاضرات باليوتيوب ما حد يعني شلون يعني استاذ يعني ما تراجعوها باليوتيوب ما فاهميها يعني بشكل تام؟ لا استاذ دراجعها بس يعني ما اعرف اذا يبين يمك لو لا يمكن الا ننطي لايك او هيك شيء. دا مو شرط لايك لا يبين هو مش كم واحد شاف المحاضره بس قصدي ما حد يشوفها بشكل طويل يعني او زمن قد هيك يشوفها بس من دقيقتين ويبطل وهذا طبعا من حقه يعني. هي مو شغله قوه. وين بالله هذا الفيديو في اللحظه عفوا السلام عليكم دكتور امير. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا دكتور. بس دكتور نصير ما دي يفوت لهذا الرابط يعني هسه انا مو فتت على الكلاس روم على مالتنا الصف مالتك سجلت حضور وراح دخلت على الكاميرا لقيت هناك بس دكتور نصير فهو صار له ساعة يسألني وين الطلاب وين الطلاب لعد اذا عاد ينتظركم جزء عاد دخلوا على ذاك الرابط طلاب. انا ادري اليوم تبهدلتوا انتم بس ما يخالف تحملونا شويه ادخلوا على ذاك الرابط وانا ان شاء الله التقيكم يوم شو وقت احنا يوم الخميس اذا جدول بقى نفسه واذا ما بقى نفسه شوف شو وقت يحددوا انا التقيكم ان شاء الله. ان شاء الله استاذ. انا ارفع الزحمه يعني فادخلوا على الرابط الطبيعي ذاك حتى من الكلاس. نعم نروح ندخل من يوم الصف الكلاس نفسه اي نفس اي على الكاميرا اضغطوا فوتوا. شكرا للحضوركم طبعا طلاب.